السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. اليوم استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. اليوم الجمعة 12 جويلية 2013، تو 6:15 تاع العشية. قاعد نعمل في حمامي الشمسي اليومي في سطح بلاصنا. هذولي صورة الخلفية نجم توضح لكم وين نسكن. هذه رسالة خصوصا لأصدقائي اليساريين اللي عرفناهم في الثورة في القصبة. اليوم باش نحكي على القصبة وعلى الهوية التونسية وتنثبت علاقتهم ببعضهم، والقبة والسبسي والنداء وبرشا حاجات. مهم وضروري أني ننطلق من الذاتي باش نوصل للموضوع، لأنه احنا أنا شخوص أشخاص ننتمي إلى مجموعة. قيمة المجموعة من قيمة الأفراد. تجارب شخصية وذاتية عندها قيمة كبيرة. به قلت أكثر من مرة أني أنا من الناس اللي خرجوا للثورة ليس من منطلق إيديولوجي، كما تروا نسكن في العاصمة في شارع بورقيبة. الماس الحقيقية للثورة بما فيها اعتصام القصبة، ثورتنا ما عنديش علاقة بصخرة سقراط وساحة محمد علي ولا جوية اللي تعرفوها. ونوضح اللي ما يعرفش صخرة سقراط، هذه مكان معناها في الجامعة كلية منوبة، يظلي معناها يقفوا يخطبوا فيها الطلبة، خاطبوا فيها ناس كما شكري بالعيد وحتى قيادات نهضوية وإخوانية. فثورتنا ما عنديش علاقة بهذه الكل، فخرجنا من منطلق غير إيديولوجي. ننتمي إلى القاعدة الشعبية التونسية، تونسي ممكن نشرب وتعرف التونسي وقتلي هي استغفر الله العظيم وحاس الشهر الفذيلي في الأيام العادية يحل كعبة البيرة يسمي بسم الله. ثم شخص مهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كما قلت باش ننطلق من ذاتي باش نوصل لموضوعي. فما جزء مهم من شخصيتي سيطر عليه شخص معين، جدي الله يرحمه بالحسن الكعبي، اللي نعتبر واحد من أشرف رجال الأمن اللي عرفتهم وزارة الداخلية. جدي هذا موجود في مكان ما في عقلي، في أحيان كثيرة يخرج، مش من الناحية المرضية، لا نقصد معناها سيد متأثر به وبالقيم اللي بثها فيها منذ الطفولة الأولى. الجدي هذا عام 75 طالب بتقاعد مبكر من الداخلية، كان وقتها عمره 51 سنة. في الدار قال عن قريب رجل أمن تونسي بشاذر مواطن تونسي بالكرتوش، وما نحبش وقتها نكون ننتمي لجهاز الأمن. وفعلا صارت 78 و80 و84. السيدة دي أنا تربيت في دار وبث فيها معناها قيم وطنية واحترام دولة والقانون والمؤسسات وجزء كبير من تكويني الشخصي والنفسي في علاقة بالهوية مرتبط بالسيد هذي. طبعا كي نحكي على القانون والمؤسسات احنا في الثورة، معناها الثورة هي أعمال معناها خارج عن القانون، لأن احنا ثورنا على السيستم، ثورنا على كل ما عنده علاقة بالسيستم، فمش هذا الموضوع. ثم انطلقت مسيرتنا في الحياة وعشنا وجربنا وشفنا برحة حاجات إلى أن جيت الثورة وجيت القصبة. فاستخدمنا بالسياسيين، على فكرة أنا ما كانتش عندي تجربة الجامعة ونحمد ربي. اكتشفنا أنه خصوصا الشباب أو حتى الكهول المواد الجين بصراحة عندكم مشكلة متاع هوية، الهوية التونسية، لأنه تونس حكاية كبيرة أكبر من الكلمات. الشيء ذي حسيته مع اليسار، حسيته حتى عند بعض الإسلاميين، ثم بعض التيارات السلفية أو الوهابية. أنا ترى لبسته وتفكيره وطريقة كلامه
اخر عمل رنفاع السعوديه الاخر على افغانستان بعد اليسار انتمائه في ايديولوجيته معناه نخب لا تمثل الشعب كقاعده جماهيريه وبالتالي ما تعبرش عليه وامر طبيعي انه شعب ما يحسش بوجودكم دونك تقول ملا علاش النهضة وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه لا أمر بسيط لأنه شعب مسلم إحدى مكونات الشخصية والهوية الإسلامية أنا عرب مسلمين ميديتيرانيا متوسطين فارقة حضارة 3000 سنة كارتاج لكن الدين حاجة معناها قوية تونسي مسلم الدين في الوجدان والغريزة متاعه أنا موجود وقت اللي يجي فئة معينة وتدخل بلغة الدين فيهم الشعوب وليدهم يعيطوا ساعة ساعة في لحظات انفلات تونس حرة والإسلام على برة فطبعا شعب هذا مش بيمشي معكم معناها للأسف شديد للأسف شديد بوفو فون بوفي با لي لوام مش شيو بعيد خليه فيديو في إطار الدردشة وحلين قلبه وتفكير بصوت عالي مانيش أنا عالم جليل باش نعملكم خطاب منبري نقريكم قاعد في استحضارنا نتشمس عند المغرب نشوف السماء زرقاء ونسمع في صوت عصافر لحظة متاع تأمل وتجلي فإذا كنت موجود في القصبة مش نحكي على القصبة كما قلت مانيش بشكون منعيش القصبة معناها اللحظة الثورية في أوجهها قصبة تلك الملحمة الوطنية العظيمة التي لن تتكرر وتنقل عليش في القصبة تجمع أشرف وأنبل من على أذن تونس وفي نفس الوقت أحط وأحقر وأنذل مثم كما كان شباب ثورة شرفاء اللي خرجوا بشي يموتوا على خاطر البلاد والعباد الكل ناخذين قرار في لحظة واحدة غير ما نتفقوا أنه مستعدين نموتوا من أجل أنه ما نعيش عنا القدرة باش نعيشوا يوم آخر في ظل نظام بن علي خرج بن علي وكنا واعيين أنه مجرد الرأس مشي ونظامه الفاسد ما زال فخرجنا معناه عنوان الثورة الحقيقي هو إسقاط دولة الظلم وفي المشروع أو المأمول والمنشود إقامة دولة العدل والحق ثم زاد الشباب اللي خرج لأجل أجندات إيديولوجية احنا شعب ما خرجناش باش نعملوا نظام شيوعي نظام قومي ولا حتى نظام خوانجي خرجنا باش نسقطوا دولة الظلم ونشيدوا دولة العدل هذه القصبة شلمت في القصبة احنا كشباب غير مؤدلش طرحنا كان تعويض حكومة محمد الغنوشي بحكومة ثورية أو مجلس رئاسي حكومة ثورية أو مجلس رئاسي فيه ناس كل من حامل أمامي شكري بالعيد راجل غنوشي منصف مرزوقي بعض الحقوقيين وبعض القضاة أنا فيها معارضة بن علي طبعا بي دي بي كان مقصي لأنهم وصفونا وإحنا في الثورة كما وصفنا بالضبط بن علي قبل 14 فإذا تعويض حكومة محمد الغنوشي بحكومة ثورية فيه ناس كل اليسار اللي وقتها انذوي تحت ما سمي بجبهة 14 جانفي كان يتصور روحه انه هما معناها المعلمية الجدد متاع البلاد وهما والنهضة وغيرهم غادروا بينا وتفاوضوا تحت الطاولة مع الباجي قائد سبسي وعطاوا شرعية توافقية وغادرونا احنا ما كانش هذا طرحنا الحق حقيقة ما كناش مع مجلس تأسيس واحد من الناس عمري ناس أيوب عمارة اللي هو معناها قيادي في اتحاد الشباب الشيوعي الفصيل الشبابي لحزب عمال شوي من أولاد حمل همامي كان في القصبة يدي زرق من التسويق وعروق ورقبته خارجة مش تأسيسي غلبونا ما لقيناش حل ولينا احنا بيدنا ندور ونقنعوا في الوفود ونفسروا له مش تأسيسي بصراحة هو ما كانش منا كانوا يتوقعوا انه ما بشكون عندهم أنا مكان في المش تأسيسي لكن للأسف الشديد من غباء اليسار أو غباء النخب سواء سياسية أو ثقافية ما فهموش أنهم
ما عندهم حتى علاقة بشعبهم، بشعبهم أنا كقاعدة جماهيرية شعبية تونس لا ما عندهم حتى علاقة، جماعة في واد وشعب في واد، شعب مسلم وهم ستيل دين أفيون الشعوب. أنا كل واحد شفته مركز على كلمة أفيون الشعوب نلقاه مدمن أفيون من الآخر. ما نعرفش أنا كيفاش ترى وكيف تفكرون. هذا جواب على جماعة التمرد اللي قابلناهم توا جمعة اليوم، جماعة القبة واتهمونا اللي احنا سبب البلاء واحنا جبنا تأسيسي. لا سامحني انا ما كناش مع تأسيسي حتى كي بعد على ما اقتنع ماش تأسيسي، ما كناش مع نظام القوائم، كنا مع نظام الافراد، ولكن غباء اليسار وتكبر وبهمته هو اللي جاب تذيل كله، وجينا ماش تأسيسي بشكل ذي البئس. سونيا بنت امية وابراهيم القزاز توما ما عرفتوش تلعبوها. فإذن الناس اللي خرجت هذا جواب توا جماعة القبة اللي يحبوا يعملوا جماعة التمرد، وبعض الأغبياء من اليسار اللي دخلوا معهم من ذكاء النهضة أو من يحكم الفوق في تونس أنهم عملوا حاجة لأيمات هذية. أنا رصدت للباجي قائد السبسي انتهى دوره والنداء انتهى دوره، لكن كشقف كقالب أنا الروح ما زلت موجودة كقالب، لكن قبل ما يمشي يحبوا يحبوا يشوهوا بعض اليسار، واليسار بالغباء متاعه كالعادة محمد الهميمي المتسرع احنا ردوا روح خرجوا روحهم من إطار الثورة ودخلوا روحهم في إطار الثورة المضادة. وقت اللي انت اللي كنت موجود في القصبة تلك الملحمة الوطنية العظيمة كما قلت اللي هي عند ودخلوا ريحكم توا في إطار الثورة المضادة، أي تحرك تعملوه مع جماعة القبة يا خيانة للثورة. معنا أنتم بغبائكم تخرجوا ريحكم ما أعطتكم طعم، وأنتم بلعتوا تخرجوا ريحكم من إطار الثورة وتدخلوا إطار الثورة المضادة. الاتهامات هذية بأن احنا أولاد القصبة، وأنا القصبة عزيز علي قلبي برشا، أنا نعترف أنه اليوم أنا في جيل 2013 جزء كبير من روحي ما زال هائم في القصبة ونحب نسترجعه حتى أتمكن من المواصلة، معناها قضية حياتية بالنسبة لي. وقت الجماعة يتهمونا بأن احنا سبب، هنا فكرت في حاجة، قلت احنا عنا الشرعية الثورية والمجلس التأسيسي خرج منا، فإذا احنا نتحمل مسؤولية أي إصلاح مش تغيير، نحكي على الإصلاح ثم فرق. وقلت علاش ما نديوش بعودة قصبة، حكينا مع بعض الأشخاص وما تقرر في لحظة أنه يكون الشعار انتفاضة القصبة نحن عائدون، كما قلنا ثورة القصبة انتفاضة القصبة نحن عائدون أو إننا عائدون، ونختصرها بكلمة عائدون تكتب بيان، وطبعا تكتب بيان من معناها شخص مؤدلج. اتفقنا فيه مع بعضنا وقلنا لازم، ما الحقيقة كان عندي دور من منطلق خبرتي الفيسبوكية وفي الثورة والعادي سميت ثم بعض كلام لازم يتنحى كلام ينطاف مش اللي يقراه ما يحسش انه معناها وراه أجندة أو روح معناها إيديولوجية. لكن بعد تفكير عميق بصراحة معناها توسا سان في بيغ قلقني، مش أنا ثم حاجتين مقلقيني، لأنه بدأ ثم تحرك في الجهات واستقطابات وكذا ثم مجموعات القصبة لن تتكرر، مازمش تكرر، لأنه شعب التونسي خرج في لحظة معينة من أجل إسقاط الدكتاتور ديسمبر 2010 مع جانفي 2011 خرج بن علي، خرجنا من أجل إسقاط بقائه توا معنيش نفتقد لهذا العنوان الكبير، مش عنوان كبير اللي مليح دولي رصدوا صحيح الشعب معناه كقواعد في حالة غضب من كل طبقة سياسية وليس النهضة فقط، لأنه يكون تجني اليوم النهضة تحمل أكبر قدر المسؤولية خطرية في السلطة، لكن مش النهضة وحدها، أنا أعتقد أنه النهضة وأزلامها وكامل معارضتها يمثلوا السيستم اللي حاولنا نثوروا عليه ذات الثورة وغضب كما قلنا. فمش النهضة وحدها تحاول تتحمل بالنسبة لنا، النهضة صحيح أثبتت أنها فاقدة لأهم قيمتين أساسيتين سواء في الحكم معناها من منطلق سياسي أو داخل المنظومة الدينية اللي هما قيمة العدل وقيمة الصدق. النهضة تفتقد للعدل والصدق، لكن كامل بقية الطبقة السياسية تفتقد لهذا بصراحة. اليوم أنا نرى
أنه أكثر من متحمس لإسقاط المجلس التأسيسي أو إسقاط النهضة هما زوز أجزاء. ملول كنت نقول هكا زوز أجزاء، قول النظام، أنا تعبير عاطفي، النظام اللي قمعنا وسرقنا وعذبنا على مدى 55 سنة، ثم الجزء الثاني هما خصوم الإيديولوجيين اليسار. لكن كن تعمق أكثر في التحليل، أهم جزء وأكثر جزء فعل داخل الدولة العميقة هو اليسار. فإذا حقيقة صراع في تونس بين النهضة وبين اليسار، أو بين التيار إسلامي أو إسلاموي سميه كما شئت وبين اليسار، هذه خصومة حقيقية. النهضة ماشي في صراع مع التجمع أو مع التساترة. التجمع ربما عنده أكثر وطنية من التساترة، التساترة ما عنده، ما هيش إيديولوجيا، التجمع ما هيش إيديولوجيا وإنما حفنة من المرتزقة واللصوص. سامحوني غلط، نقصد التساترة أكثر وطنية من التجمع، وتجمع حافنا من الرصوص. فحقيقة صراع في تونس هي بين النهضة واليسار، فإذا أكثر طرف يريد إسقاط النهضة واليسار، لأنه سمى مغازلة من بعض الإسلاميين والتساترة، وسمى عمل معنا. يظل البعض منكم لاحظ النشاط منار اسكندراني وحماد إجبالي حامد القروي ومورو مرجين، صار معناها أنشطة معينة قاعدة صايرة. ومن هنا انتخابات الجاية الخريطة السياسية معناها ستتغير، معناها الخريطة الحالية هي غير معبرة. فإذا حقيقة الصراع اليوم في تونس مش بين ثورة أو ثورة مزادة أو أزلام، حقيقة الصراع بين النهضة واليسار من الآخر، أو تيار إسلامي وتيار يسار. فإذا الخصوم الإيديولوجيين اليوم اليسار، به إذا كان اليوم باش نسقط النهضة شكون باش نحط بلاصتها من الآخر؟ يا سيدي أنسى مانيش شاب ثورة نكذب عليكم، أنا مواطن تونسي عربي مسلم، طايح النهضة ونجيب جماعة الدين أفيون الشعوب وولادهم يعيطوا تونس حرة والإسلام على برا. أخويا وضحولي، وضحولنا بليتو شكوني أنا باش وضحولي. دونك القسمة ما تنجمش تعبر بنفس طريقة متاع عميل تالي، وإذا كانت تتعبى بنفس طريقة ميدان التحرير بشكون ثم ربما رشاوة أو مالية أو تحايل إيديولوجي ثم أمر آخر في غاية الخطورة، أنه تتحط القصبة في مواجهة القبة، تمرد اللي وراها جماعة القبة أو الدولة العميقة واليسار الغبي والانتهازي ثم القصبة، يكونوا في خلال أيام المواجهة بينهم الزوز. من الأول كنت نخاف أنه تنهزم القصبة، لكن بعد تفكير عميق أعتقد أنه حان وقت اغتيال القصبة. نتحدى أي واحد كتب مقالات أو خواطر أو حكي أو تكلم على القصبة أكثر مني أنا، وبكي والبعض يتهموني بأني مجنون القصبة، أني ياسر بكي ونبكي ونندب على القصبة. أكثر واحد عشق القصبة هو أنا العبد لله، أنا القصبة مش أنا كرياض كعبي، أنا ننتمي للماس اللي هي روح القصبة. الشعب التونسي الغير مؤدلج اللي ما عندوش أجندات سياسية، اللي خرج فقط لإسقاط دولة الظلم وتشييد دولة العدل، نحن نروح القصبة وتلعبوا بنا السياسيين الأغبياء وأبنائهم الأغبى. أظن أنه اليوم حان الوقت لقتل القصبة، اغتيال القصبة. أولا على الصعيد الشخصي مهم جدا حتى أسترجع جزء كبير من روحي اللي ما زال ساجين في القصبة، ثم القصبة كرمزية هذا موضوع طويل نحكي فيه وقت آخر، سيوضح ليش القصبة فشلت، السبب الحقيقي، الروح الحقيقية.